في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية استخدام تطبيق character.ai أو c.ai، وسنشرح ما هو هذا التطبيق وكيفية عمل هذا التطبيق. إذن لنبدأ الشرح. أول شيء إخواني سنبدأ بكيفية الحصول على هذا التطبيق واستخدامه. كما تعرفون أن هذا التطبيق موجود كتطبيق وأيضا كموقع طبعا عبر الإنترنت. أنا سأشرح لكم التطبيق نفس الطريقة ستستخدمونها عندما تستخدمون الموقع. إذن لنبدأ الشرح. أول شيء نقوم به إخواني نذهب إلى جوجل بلاي. طبعا للحصول على التطبيق نذهب إلى جوجل بلاي ونكتب في البحث c.ai بهذا الشكل ونختار أول خيار، ثم يظهر لنا هذا الموقع كما تلاحظون أو هذا التطبيق يأتي بهذا الشكل. قوموا بتحميله، يعني بالنقر على انستال، تجدون هنا انستال، أنا قمت بتحميله، تجدون هنا انستال وتقومون بالنقر عليها وتقومون بتحميل التطبيق. عندما تقومون بتثبيت التطبيق في هاتفكم تقومون بفتحه بهذا الشكل. كما تلاحظون بعد تقوم بفتحه يقول لك character AI your personalized super intelligence. كما قلنا تقومون طبعا تظهر لكم هذه الواجهة. هنا يقول لك continue with Apple, continue with Google, continue with email. أنت تختار خيار من الخيارات. إذا كنت تستخدم الآيفون تختار الخيار الأول، أما إذا كنت تستخدم الأندرويد وجوجل تختار الخيار الثاني، أو يمكنك اختيار الخيار الثالث عن طريق الإيميل. نحن سنختار أفضل طريقة وهي جوجل. ننقر على continue with Google، ننتظر قليلا. كما تلاحظون بعد أن تنقر على continue with Google تظهر لك لائحة الحسابات الخاصة بك في جوجل. تختار حساب معين، سأختار هذا الحساب، أنقر عليه. كما تلاحظون يقول لي هنا، إذن يقودني إلى صفحة أخرى، يقول لي almost there your birthday. هنا يقول لي your birthday، تقوم بتحديد تاريخ الميلاد الخاص بك، تأكد أن يكون تاريخ الميلاد فوق 18 سنة طبعا سنك طبعا. أنقر على confirm ثم أنقر على join. كما تلاحظون بعد أن أنقر على join لاحظوا مباشرة يقودني إلى هذا المكان، إلى حسابي. لاحظوا الصفحة الخاصة بي كما تلاحظون كيف تظهر. هنا خانة البحث في الأعلى يمكنني البحث على أي شيء أريده. هنا chats، هنا يمكنني طبعا إضافة أصدقاء للتحدث معهم، يمكنني البحث عن أصدقاء، أو يمكنني النقر على explore بهذا الشكل، وأقوم مثلا باختيار هذا الشخص وأقوم بإرسال له رسالة هنا في الأسفل. أيضا يمكنني النقر على create، يمكنني create a voice, persona, group chat, character. مثلا أنقر على character، أضيف اسم معين وأنقر على next، ثم تقول اتصف له كيفية طبعا اتصف له هذا الكاركتر الذي تريد إضافته، مثلا green eyes مثلا. ثم تنقر على regenerate، لاحظوا ثم يعطي لك الكاركتر الخاص بهذا الشخص. يمكنك التغيير مثلا green eyes, small nose, small mouth, taller مثلا، يعني تضيف هذه المواصفات ثم تنقر على next، ثم تنقر على generate for me، تضيف صوت هنا معين ثم تنقر على generate for me. بعدها يتم صنع الكاركتر الخاص بك ثم تنقر على next، ثم يمكنك نشره أو عمله private أو public كما تلاحظون. هذه إخواني كيفية عمل أو إنشاء كاركتر. يمكنك تحميل كاركتر إذا أردت بدون طبعا عمل وصف للكاركتر، يمكنك تحميله من هاتفك وتقوم برفعه على حسابك. أيضا يمكنك عمل group chat، يمكنك إنشاء صوت voice أو group chat. لو نقرت على group chat هنا create group chat بهذا الشكل،
ثم تقوم بعمل invite للأصدقاء الخاص بك، أصدقاء الخاص بك عن طريق invite link بهذا الشكل، وإنشاء group chat خاص بك في character.ai. يمكنك أيضا كما تلاحظون هنا البحث عن أشياء في الأعلى books كتب image generating helpers groups voices features مثلا groups بهذا الشكل. هناك عدة مجموعات يمكنك الانضمام إليها كما تلاحظون هنا، مثلا هذه المجموعة يمكنك create group chat مع هذه المجموعة، طبعا يمكنك أرسل لهم رسالة هكذا بهذا الشكل هاي. ثم الذين يجدون في هذه المجموعة يمكنهم الرد عليك. إذن هذه يا إخواني ما أبرز ما يوجد في التطبيق. كما تلاحظون يمكنك البحث عن الأشياء التي تهتم بها، إذا كنت مهتم بالحيوانات أو بالفيلوسوفي أو بالبوليتكس ستجد كل شيء هنا عزيزي المشاهد، صفحات كبيرة وصغيرة كما تلاحظون. وهذا هو حسابك كما تلاحظون كيف يظهر على character.ai. يمكنك هنا النقر على علامة البروفايل الخاصة بك، يمكنك طبعا التعديل على الإعدادات الخاصة بحسابك، يمكنك تغيير الاسم اليوزر نيم، الاسم المستخدم، البايو، كما تلاحظون هنا يمكنك تعديل اللغة والنوتيفيكيشن العديد، الدارك مود إذا أردت تعديل على الدارك مود. كما تلاحظون يمكنك إضافة وصف هنا لحسابك، وأيضا التعديل على صورة البروفايل بالنقر هنا على هذا القلم، ثم تقوم بطبعا عمل وصف للبروفايل الخاص بك وتنقر على regenerate أو تنقر على upload مباشرة من خلال الهاتف الخاص بك. يمكنك جعل حسابك unlisted أو private، أو الكاركتر الذي ستقوم بنشره يمكنك جعله public أو unlisted أو private كما تريد. يمكنك طبعا أيضا عمل ربط أو الانضمام إلى group character.ai في ديسكورد بالنقر هنا على النقاط الثلاث والنقر على ديسكورد. أيضا يمكنك التعديل على الإعدادات كما قلنا كما تلاحظون هنا، وأيضا على طبعا على manage subscriptions يمكنك التعديل على subscriptions الخاص بك. إذن هذا هو إخواني طبعا تطبيق character.ai وكيفية استخدامه. هو تطبيق لعمل كاركترا، يعني تقوم بإنشاء شخصية أو كاركتر وتقوم بنشرها وتزيد التفاعل عن طريق نشر ذلك الكاركتر في الجروبات وما شابه. وكلما كانت طبعا مشاهدة للكاركتر كبيرة كلما كان حسابك أكبر والتفاعل يزيد على حسابك. إذن هذه يا إخواني كيفية استخدام تطبيق character.ai وشرحنا فيه هذا التطبيق. أتمنى أن يكون الشرح مفهوم والطريقة أيضا. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.